إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك الذي يشرح فيه مؤلفه عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات رب العالمين. وهذا الكتاب سماه مؤلفه الفتوى الحموية الكبرى، لأنها فتوى أجاب بها على أسئلة وردت إليه من حماه. وهذا الكتاب سلك فيه مؤلفه عليه رحمة الله مسلكا عظيما يقنع من أراد الحق، فإنه يحتج بالقرآن الكريم ويحتج بالسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتج بفهم الصحابة ونقلهم لهذا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المنتسبين للإسلام كلهم يقولون نحن نسير على الكتاب والسنة، ليس هناك شخص يدعي الإسلام ويقول أنا لا أرغب في الكتاب ولا في السنة، فكيف تبين له الصواب؟ إن كان فهمه للكتاب والسنة هو الفهم الذي أجمع عليه الصحابة والتابعين، وأجمع عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين، فهذا صحيح. ولذلك أكثر المؤلف كثيرا من النقول عمن نقل هذا الإجماع، وهذا هو الفيصل بين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل فمن هي يا رسول الله هذه الفرقة؟ فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومعنى كلها في النار إلا واحدة ليس معناه التكفير أنهم جميعا كفار، ولا معناه التخليد في النار، وإنما معناه أن هذه الطرق توصل إلى النار لأنها مخالفة لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا نستغرب من هذه المنهجية التي سار عليها شيخ الإسلام في هذا الكتاب وفي كتب كثيرة له كالعقيدة الواسطية والتدمورية، الرسالة التدمورية وغيرها
من أنه يركز على ما أجمع عليه السلف الصالح. والسلف الصالح يقصد بهم من زكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهم الذين شهد لهم بأنهم على مثل ما هو عليه وأصحابه. ولهذا نراه ينقل، يأتي بالكتب التي ذكرها كاتبوها ونقلوا إجماع السلف الصالح كما ترون. وذكر، لأنك إذا احتجيت بعالم وقلت العقيدة الصحيحة ما قاله العالم الفلاني، قال لك المخالف: والعقيدة الصحيحة ما قاله العالم الفلاني. وكل بلد فيه علماء، كل بلد فيه علماء، فأنت كيف تميز بين قول عالم وعالم؟ والمسألة المقررة عند المسلمين أن الحق واحد لا يتعدد، لا يكون الشيء صحيح ونقيضه صحيح أو ضده صحيح، فالحق واحد لا يتعدد. فأنت كيف تميز إذا كان المرجعية هي عالم وعالم؟ تقول مثلا: قال الشيخ الفلاني كذا، فيقول لك مخالفك: وقال الشيخ الفلاني كذا. وأنت هذا الشيخ تربيت على أنه صاحب علم وراسخ في الدين ويثنى عليه، ولكن أيضا الذي يخالفك تربى على أن هذا العالم الذي عنده أنه صاحب علم وراسخ في الدين وأثنى عليه المثنون، فلا بد من قضية تفصل النزاع. والنزاع، والله عز وجل بين لنا ما هو الذي يفصل النزاع، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن المعلوم أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، لأنه هو الفيصل الموجود عند الناس، وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يردون الأمور إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته، أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يردونه إلى سنته، ثم إن هذه السنة شرحها، وهذا القرآن شرحه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تلقى العلم منهم، ففهمهم للمعاني وشرحهم لها هو المقدم، بل هو الحق الذي لا يجوز مخالفته. ومن الأمور المهمة أن نعلم أنهم في العقيدة لم يختلفوا في العقيدة أبدا، اختلفوا في مسائل فقهية، وكل له دليله وترجيحه، لكن العقيدة هي مجمع عليها. وهذا الذي أراد أن ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية لنا، ويقول: قد نقل لنا العلماء في كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، وذكرنا طرفا منها. وينقل عن الأئمة الذين جعل لهم القبول، يعني مثل الإمام مالك، مثل الإمام أبي حنيفة، مثل الإمام الشافعي، مثل الإمام أحمد بن حنبل،
ومن في طبقتهم كالثوري والأوزاعي وغيرهم، فإن هؤلاء جعل الله عز وجل لهم قبول قبل الخلافات وقبل المناهج المتعددة، لأنه بعد ذلك جاءت مناهج متعددة وجاءت طرق في الفهم. فمن أراد النجاة ومن أراد أن يسلم فالإنسان بغيته الحق، وأن يكون ناجيا عند الله عز وجل، وأن يكون من الفرقة الناجية التي تنجو يوم القيامة. فعليه أن ينظر إلى كلام هؤلاء العلماء الذي أجمعوا عليه في العقيدة ثم يسير عليه. وأظن في الدرس السابق هو نقل عليه رحمة الله عن عالم كبير من علماء المدينة، وهو عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون. عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد الأئمة أو وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة. فأئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، هو أحد الأئمة الثلاثة. وكان ينادى في المواسم لا يفتي الناس إلا ابن الماجشون، وهو قد نقل كلامه عن السلف الصالح وأثبت فيه أنهم يؤمنون بالأسماء والصفات، وذكر المسائل التي دار فيها كلام عند المتأخرين كإثبات أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، وأن الله مستو على عرشه، وأنه في أعلى عليين. وهذه التي خالف فيها أهل الكلام المتأثرين بالفلاسفة، فذكر أن الصواب بخلاف قولهم، ونقل كلاما طويلا يمكن في حدود 6 صفحات وتسمى عقيدة ابن الماجشون. وهذا الكلام نقله أيضا ابن بطة، نقل هذا الكلام نقله عنه وهي بأسانيد صحيحة. وإذا قال شيخ الإسلام بسند صحيح فهو أيضا عنده خبرة في الأسانيد، وليس هو الوحيد الذي قال ذلك، والسند موجود. من أراد أن يرجع للإسناد فإن السند صحيح، وابن بطة محدث وذكر هذا السند وذكر ومما ذكر في هذه العقيدة، ذكر أن المسلمين يرون ربهم يوم القيامة، فذكر عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترون ربكم كذلك. وهذا الحديث أخرجه البخاري وأخرجه الإمام مسلم وغيرهم، فهو حديث متفق على صحته وهو صريح واضح. أهل الكلام يقولون لو قلنا إنا نرى الله معنى ذلك أنه في جهة، ثم معنى ذلك أنه في أين تكون الجهة؟ أشرف الجهات جهة العلو، فينتقض عليهم مذهبهم.
ينتقض عليهم مذهبهم لأنهم لا يثبتون لله جهة العلو ولا يثبتون له أن يرى إطلاقا، لأن الرؤية تستلزم المكان أنه في جهة، وفي المكان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إن المكان يحويه، لم يقل إن المكان يحويه، لكنه ضرب أمثلة حسية يراها الناس. فإن الناس الآن يرون الشمس ويرون القمر من فوقهم وهم كل شخص في مكانه وهي من مخلوقات الله، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ لكن الشبه التي قامت عند أهل الكلام أنه لا يكون في جهة، ولذلك أنكروا هذا الأمر. وهذا العقيدة رد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقلها ابن الماجشون من العقائد التي ذكرها وسار عليها السلف. وأيضا ذكر صفة القدم لله سبحانه وتعالى، وهذه لا يؤمن بها أهل الكلام، لا يؤمنون بالقدم، لأنهم عندهم أن هذا يكون فيه تشبيه للناس، وليس الأمر كذلك، لأن التشبيه أن تقول قدم مثل قدمي، أما إذا قلت قدم لكنها تليق بالله عز وجل. فذكر في ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. لا تمتلئ النار، يعني تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه، حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. وهذا حديث صحيح. وقال ثابت بن قيس فهذه تثبتها، لكن بالضوابط المعروفة أنه ليس كمثله شيء. ولذلك كما سيأتي أن من الضوابط أن تقول مثل ما تقول أن الله موجود، فوجوده كوجود الخلق، تقول لا، وجود يليق بجلاله، تقول هذا في كل الصفات. ولهذا قيل أن القول في الصفات كالقول في الذات قاعدة، وهذه ذكرها شيخ الإسلام وقعدها، ليس هو الذي قعدها بل نقلها من العلماء السابقين، أنهم قالوا القول في الصفات كالقول في الذات. فإثبات الذات إثبات معنى لا إثبات مشابهة، إثبات معنى لا إثبات فكذلك الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية، لا يتحدث عن الكيفية وإنما إثبات معنى، يفهمون معنى يعظمون هذا المعنى لكنه ليس إثبات كيفية. القول في الصفات كالقول في الذات، وهذه قاعدة عظيمة. القاعدة الثانية: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فإن من الصفات التي يؤمن بها حتى أهل الكلام صفة أن الله حي، أن الله صفة الحياة لله عز وجل، فتقول لهم هل حياته كحياة المخلوق؟ يقولون لا، قل كل الصفات قولوا فيها كذلك، قولوا قدمه ليس كقدم المخلوق، قولوا سمعه ليس كسمع المخلوق، قولوا بصره، وهي براهين واضحة بالكلام. ثم ذكر أيضا
صفة الضحك، وهذه الصفات لو لم يأتي بها الوحي، لو لم يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه ما تثبت بالعقل. هم عندهم أشياء لا يثبتونها إلا بالعقل، وهذه دخلت عليهم من الفلسفة الذين يعرضون ما عندهم على العقل، والعقل هو الأساس، وما عداه يكون شاهداً له تابع للعقل. فلذلك إذا ثبت عندهم في العقل قالوا به، وإذا لم يثبت فإنهم يؤولونه. من أين أخذوا هذا؟ أخذوه من الفلسفة فقط، ولم يأخذوه من السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم لو يلزم على كلامه محذور أو ضلال فإنه يبين للخلق، يقول انتبهوا، لا تعتقدون أن له سمع، لا تعتقدون أن له بصر، كان يبين لهم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأنصح الخلق للأمة، والله كلفه بالبلاغ المبين، فهل يكتم ذلك؟ أبداً، لا يمكن البتة. من تبصر بعقله علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به هو الصواب وهو الحق، فأثبت صفة الضحك. وهذه لو لم يرد النص بها ما نعلمها بالعقل، ما ندري هل كان يضحك ولا ما يضحك. فلما جاء النص بها كما جاء في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لثابت بن قيس: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة، ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وأظن القصة طويلة كما تعلمون، أنه ما كان عنده إلا طعام أطفاله، فإنه ألهى أطفاله بماء يغليه على النار وأكرم ضيفه، لأنه أخذ الضيف من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء إلى الرسول وما عند الرسول شيء يضيفه به، فقال: من يضيف هذا؟ فقال الصحابي: أنا، يظن في بيته شيء. فلما وصل إلى بيته وسأل أهله قالوا: ما فيه إلا طعام الصبيان، يعني أكلة واحدة للصبيان. فوقع في حرج شديد، إما أن يطعم الصبيان وإما أن يطعم الضيف، وهذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اغلي ما على النار تلهين به الأطفال، وينتظرون الأطفال ينتظرون ويلعبون، ينتظرون العشاء حتى جاءهم النوم، وهذا جاء بطعام الأطفال وقدمه للضيف وأطفأ النور حتى يظن الضيف أنهم يأكلون، وهم لا يأكلون، ما عندهم إلا هذا الأله. فتعشى الضيف وذهب، فجاء الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وضحك من هذا الصنيع. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أن الله ضحك من ذلك. وقال فيما بلغنا: إن الله لا يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال رجل من العرب: إن ربنا لا يضحك؟ يسأل الرسول، قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. فهذا حديثان كلها تثبت أن الله يضحك، فهل أحد يستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أهل الكلام لا يمكن، يقولون: لأن ابن آدم يضحك. طيب، وإذا كان ابن آدم يضحك، هو قال يضحك مثل ضحك ابن آدم؟ لم يقل ذلك، قال يضحك. تقول: ما هو الضحك؟ ما هل الضحك الذي تثبته للبشر تثبته لله؟ نقول: كل موصوف صفاته تناسبه، لا نعلم الكيفية. ولذلك الكيفية
لا يعلمها إلا الله من أمور الغيب. ولما سئل الإمام مالك وأظنه سوف يأتينا كيف استوى، هل الله استوى على العرش؟ قال نعم استوى على العرش، لأنه جاء الخبر الآيات والأخبار والوحي بذلك. قال كيف استوى؟ وهذا السؤال الذي استنكره الإمام مالك، كيف تسأل عن الكيفية ونحن ما رأيناه، نحن ما رأينا الله عز وجل. قال في أشباه لهذا مما لا نحصيه، يعني أدلة كثيرة جاءت تثبت لله عز وجل الصفات الكثيرة. وقال الله تعالى وهو السميع البصير، وهذا في إثبات السمع وإثبات البصر. وقال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وهذا إثبات الأعين لله عز وجل. وقال تعالى ولتصنع على عيني. وقال تعالى وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا يثبت أن له قبضة عز وجل، وأن السماوات مطويات بيمينه، وأن له يمين، كل هذا ثابت. تسأل عن الكيفية نقول لا نعلم الكيفية، لكن هذا ثابت والمعنى واضح، ويعرف المعنى من حيث تعرف معاني الكلام. وهذا أيضا كله مما أورده ابن الماجشون عليه رحمة الله في بيان أن السلف الصالح يثبتون الصفات الثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال في شرح هذا الكلام الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله لما شرح الفتوى الحموية، قال إن كلام ابن الماجشون رحمه الله تفصيل للقاعدة المعروفة أن الكلام في الصفات باب واحد، وأن بعض الصفات مثل بعض من جهة الإثبات والإيمان، وأن الحق أنه لا يفرق بين صفة وصفة من جهة التعامل معها، أعني العلم والإيمان. فكل صفات الله حق، فكل صفات الله حق كما وصف بها نفسه عز وجل، وكما وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فصفة الاستواء مثل صفة السمع والبصر، مثل صفة الاستواء ومثل صفة الضحك ومثل صفة إمكان رؤية الرب عز وجل يوم القيامة، أو حصول رؤية الرب للمؤمنين في الجنة وفي العرصات وأشباه ذلك. فهذه الصفات الباب فيها باب واحد. نقول إن بعض الصفات يدخل فيه العقل فيقبل، نقول أن بعض الصفات يدخل فيه العقل فيقبل المجاز والتأويل، وبعضها لا يقبل، مثل ما ذهب إليه طائفة من المتأخرين كالخطابي والبيهقي وجماعة. بل الحق الذي عليه السلف أن هذا الباب باب واحد لا يختلف ولا يتجاوز فيه. هو يقصد أنه لا تدخل العقل في هذه الصفات وتنفي وتفرق بين هذه الصفات. فصفة الضحك وصفة الاستواء وصفة النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم
وأن الله عز وجل ينظر إليه، وصفة السمع والبصر، وهذه الصفات كلها شيء واحد من جهة أنها صفات، لا نقول هذه صفة ذاتية فنتعامل معها بكذا وكذا، وتلك صفات فعلية فيدخلها التأويل وأشباه هذا. لهذا قعد العلماء في هذا عدة قواعد، وذكرها شيخ الإسلام، منها في التدمرية قال: إن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، وأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه وينهج فيه على منواله، وأن إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية، وأشباه ذلك. وهذه ثلاث قواعد كبيرة مهمة، وأنا أريد أحد الحاضرين النبلاء أن يعيد هذه الثلاث الأشياء، فمن عنده استعداد أن يعيد لنا الثلاث القواعد التي ذكرها العلماء في باب الأسماء والصفات؟ لا، أنت الشيخ، نبغى واحد غير المشايخ ذولين. تفضل، ارفع صوتك، ارفع. القول في الصفات كالقول في الذات، يعني أننا نثبت لله ذاتا حقيقية إثبات وجود ما نعرف كيفيتها. من أين لنا أن نثبت أن لله ذات؟ استدل بعض الناس بقول في الشعر الذي ذكره أحد الصحابة وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، والشيء إذا بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكره دل على إقراره، كما قال: وذلك في ذات الإله، في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فهذا أثبت فيها الذات لله، قال: وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فنحن نقول إن لله ذات، لكن ما كيفيتها؟ هذا لا نثبت الذات لله الحقيقة، لكن لا نتكلم عن الكيفية. إذن القاعدة الأولى: القول في الصفات كالقول في الذات، بمعنى أننا نثبت المعنى ولا نخوض في الكيفية. هذه القاعدة الأولى، خل غيرك يشارك معك. القاعدة الثانية: نعم، أحسنت، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يعني كيف يتحكمون؟ يقولون هذه صفات ذاتية نثبتها لله، وأما الصفات الفعلية فلا نثبتها وإنما نؤولها. نقول: من أين لكم ذلك؟ تحكم بلا دليل، فلا نؤول لا الذاتية ولا الفعلية، كلها نثبتها لله سبحانه وتعالى. نثبت الصفات الذاتية والصفات الفعلية. نعم. القاعدة الثالثة، هذه اللي يجيبها يحتاج إلى عبد العزيز. ها، رايح بعيد، تفضل. ما أسمع صوتك، لكن كلامك قريب منها، يعني إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية، يعني معنى تفهم شيء، وإلا كيف أنت تتدبر القرآن؟ أنت لما تسمع يد، سمع، بصر، تثبت، يرد في ذهنك معنى، وأنت مأمور بالتدبر، لكن هذا المعنى إثبات معنى لا إثبات كيفية. تأتي تقول: فكيف هي هنا؟ لا نتكلم عن الكيفية، لكن المعنى نثبت.
عندنا إن الغضب، إثبات الغضب لله ليس مثل الرحمة. إذا قيل غضب الواحد يرتجف، وإذا قيل رحمة قلبه يلين، فمعنى ذلك أنه ورد على قلبه معنى. معنى ذلك أن السامع للنص ورد على قلبه معنى، ورد على قلبه معنى للغضب، وورد على نفسه معنى للرحمة. ولهذا يتأثر الإنسان بالتدبر بهذا. لكن لما تقول له كيف لي الرحمة، ما أحد يدري. كيف لي الغضب، ما أحد يدري. فهذه القاعدة الثالثة مهمة جدا، وهي أن ما ورد من الأسماء والصفات إثباتها إثبات معنى لا كيفية، إثبات معنى لا كيفية. هو أيضا أبطل حجة بعضهم يقول إن العقل يثبت بعضها وينفي بعضها. فهو ذكر فرق كلهم يتخالفون في الاحتجاج بالعقل، فكيف لو كان العقل حجة قاطعة ما اختلفوا. فدل على أنهم أيضا يتكلمون بكلام ليس دقيق ولا يقبل أصلا منهم هذا الكلام. فإنه ذكر وقال أن المؤولة أنواع، منهم من أول جميع الصفات، ومنهم من أول جميع الصفات إلا ثلاثا وهم المعتزلة، ومنهم من أول جميع الصفات إلا سبعا وهم الكلابية والأشاعرة، ومنهم من أول جميع الصفات إلا ثماني وهم الماتوريدية، ومنهم من أول جميع الصفات الفعلية وأثبت الصفات الذاتية. وهؤلاء طائفة من المنتسبين إلى الحديث كالبيهقي والخطابي وأشباه هؤلاء، يعني بحكم أنهم أهل حديث وأقرب، رأوا أن هذه ما يمكن، ولذلك لم يؤولوا الصفات الذاتية لكنهم أولوا الصفات الفعلية، يعني تأثروا تأثيرا من غيرهم، ولذلك هم أقرب الطوائف إلى أهل السنة. ويقصد بذلك البيهقي والخطابي وأشباه هؤلاء، يعني أهل الحديث مثل أظن ابن الجوزي وغيره. وليس كل محدث كذلك، فإن بعض المحدثين المتأخرين كالكوثري وغيره محدث معروف أنه لكنه يعني مغالي في إنكار الصفات، فليس كل محدث مثل البيهقي والخطابي، هؤلاء المحدثون القدامى. أما بعض المحدثين يكون تخصصه حديث لكنه مغالي في التبعية للفرق المؤولة. قال ومنهم من لم يلتزم في هذا شيئا واحدا، بل أول بما يوافق عقله وأثبت في بعض الأشياء دون بعض. يعني هؤلاء طائفة رابعة عندهم شيء من التأويل لكنه خفيف، وهو ذكر ابن حجر وابن الجوزي. ابن حجر وابن الجوزي يعني ما أولوا كل شيء لكن عندهم شيء من التأويل، فهذا ما عنده قاعدة يسير عليها، وإنما حسب ما تميل نفسه أو حسب الجو الذي عاش فيه وتربى فيه، ما تدري كيف. قال فالمؤولة لم يجعلوا الباب بابا واحدا، وهم أصناف وطبقات، يمكن تقسيمهم إلى خمس أو ست طبقات. والواجب
طريقة السلف، اتباع طريقة السلف، فهم لا يفرقون في هذا الباب بين وصف ووصف. فإذا تكلموا على صفة الحياة فهو من جنس كلامهم على صفة الاستواء، وهو من جنس كلامهم على صفة العلو. فالإثبات بلا كيف ولا تمثيل، بلا تكييف ولا تمثيل للرب سبحانه وتعالى بخلقه، هو إثبات للمعنى وللصفة مع قطع الطمع لإدراك الكيفية والمثلية، يعني مع قطع الطمع أن يدركوا الكيفية، ما يفكرون أصلاً بالكيفية، هذا غيبي محجوب عنها، لكن يثبتون المعنى وبلا تكييف ولا تمثيل أيضاً، لأن في جاءوا مثلوا، يقول يد كيدي أو قدم كقدمي، وهؤلاء هم الممثلة، وبعضهم يسميهم المشبهة، فهؤلاء أيضاً على ضلال. فلا بد من التنزيه والجمع بين الإثبات والتنزيه. هو ناقش هنا المؤلف قضية كبيرة، انتبهوا لها، قضية كبيرة ناقشها، والسبب في ذلك وهذه القضية أنه يقول إن إنكار الصفات جاء من الجهمية، ولذلك قد يطلق الجهمية على كل من أنكر شيء من الصفات، لكنهم درجات، يدرك الجهمية، يطلق الجهمية على كل من أنكر شيء من الصفات، لكنهم درجات ليسوا درجة واحدة. والجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، وهذا جهم بن صفوان رجل قديم، وأشار إليه هنا وذكر المشكلة التي جاءت عنده حيث ناقش بعقله ولم يناقش بالوحي. فقال فهذا جهم بن صفوان، يعني المشكلة أنه جعلوا تعريفات ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة، ثم التزموا بهذه التعريفات فسببت لهم الضلال. فمثلا هم يعرفون الجسم، ما هو الجسم؟ فيقولون الجسم هو ما يقبل الحركة، الجسم ما يقبل الحركة. فعندهم أنك إذا قلت إن الله يتحرك أو قلت إن الله ينزل، فهذا معنى ذلك أنك شبهته بالجسم وأنك مجسم وأنك جعلته جسما. فقال الجسم عندهم ما يقبل الحركة، وهم يقسمون الحديث في الصفات إلى قسمين: جليل الكلام، وهذا يتكلمون فيه الصفات العامة، ودقيق الكلام، وهذا يتكلمون فيه عن تعريفات الألفاظ. فالجسم عندهم هو ما يقبل الحركة، والعرض عندهم، والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالجسم، فالعرض مثل الألوان ومثل الأحوال الأربعة: الرطوبة والجفاف والحرارة والبرودة وأشباه ذلك. فلذلك كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا، فيكون محدثا، لأن عندهم كل جسم أو عرض فهو محدث، كل جسم. فإذا أثبتت الصفات والأسماء لله عندهم معنى ذلك أنك جعلته جسما محدثا، فهم بيخرجون من هذا الورطة. لكن من قال لكم ذلك؟ لما التزموا بشيء لا دليل عليه وقعوا في الغلط. قال: لأن جهما أثبت وجود الله عن طريق حدوث الأجسام،
وأثبت حدوث الأجسام عن طريق حدوث الأعراض في الأجسام، فكانت هذه الأشياء محدثة عنده عن طريق برهان الجسم والعرض. فقوله هنا كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا، لأنهم ما أثبتوا المحدثات إلا عن طريق الأجسام والعرض. وذلك أن جهما لما ناظر السومنية، من هم السومنية هذه؟ قال هذه فرقة لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، طائفة من التناسخية في الهند. ناظرهم جهم وقالوا له أثبت لنا وجود ربك. هذه الفرقة التناسخية قالوا لجهم أثبت لنا أن الله موجود. قال وحصل عنده ما حصل من الشك، فتأمل مدة، وقد كان جهم بن صفوان الترمذي فقيها، وكان عنده علم بالشريعة وبالنصوص، فنظر كيف يقنع السمنية بإثبات وجود الله عز وجل، فتأمل في العقليات، فوجد أن البرهان الصحيح هو حدوث الأعراض في الأجسام، فالعرض باتفاق بينه وبينهم أنه لا يقوم بنفسه، مثل الحرارة والبرودة واللون والرطوبة والجفاف، هذه أشياء لا تقوم بنفسها، أي غير محسوسة، وإنما توجد في غيرها. فنظر فإذا الجسم تحله الحرارة وتحله البرودة وتحله الألوان المختلفة والجفاف والرطوبة، فقال الجسم حلت فيه هذه الأشياء، فدل على أنه مكان للتغير ومكان لحلول الأعراض فيه. والعرض لا يوجد نفسه بالاتفاق، وإنما يوجد يعني مخلوق. فإذا الجسم أوجد فيه يعني جعل فيه العرض وأحدث فيه العرض، فمعناه أن الجسم لا بد له من عرض، يعني لا يبقى بلا عرض، فلا يمكن إلا أن يكون له لون، ولا يمكن أن يكون إلا أن يكون له صفة من الصفات الأربع: حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة. فإذا كان كذلك فلا بد من إيجاده، فمن الذي أوجده؟ فقال إذن هنا الجسم لما كان يقبل إحداث العرض فيه دل على أنه محدث، لأن الجسم لا يكون إلا بعرض ولا بد له من عرض. فالجسم حقيقته ما يقبل الحركة والعرض فيه، والعرض لا يوجد بنفسه، والأجسام تتغير والأعراض فيها، فدل على أن الجسم لا يوجد العرض، أن الجسم لا يوجد العرض بنفسه. فإذا كان العرض محدثا في الجسم فدل على أن ما حل فيه ذلك المحدث، ذلك المتغير محدث، فسلموا له هذه القضية. فقالوا دل ذلك على أن الأجسام محدثة، فقال لهم فالمحدث لها هو الله. ثم قالوا له ما صفة ربك؟ لأنهم بالهند والآلهة عندهم لها صفات، فقالوا ما صفة ربك هذا؟ فنظر فإذا هو أمام مشكلة كبيرة، وهي أنه إذا أثبت ما جاء في الكتاب من الصفات فسيعود ذلك بالإثبات إلى برهانه الذي برهنه بالإبطال، لأن عندنا صفات ولا تقوم بنفسها، مثل صفة الإتيان
والإتيان على حسب تعريفهم عرض ليس بجسم يقبل الحركة بنفسه، بل هو شيء يكون في الموصوف، ومثل الاستواء والرحمة والرأفة والغضب والرضا. فوجد صفات كثيرة إن أثبتها كما جاء في القرآن صارت جميعاً أشياء غير موجودة بنفسها، وإنما توجد في شيء مثل الوجه واليدين إلى غيره. فوجد أنه لا يستقيم له صفة إلا صفة واحدة لا تطعن على برهانه في وجود الله عز وجل بالإبطال، وهي صفة الوجود. ولهذا قال: لا نصف الله عز وجل إلا بالوجود الأعظم فقط، وما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يؤولونها بمخلوقات منفصلة عن الرب. والمعتزلة أيضا سلموا بهذا البرهان، ولكن قالوا: العقل دليل رابع على إثبات ثلاث صفات. فالبرهان سليم، يعني وافق جهم بن صفوان أن البرهان صحيح، ولكن ثم ثلاث صفات دل العقل على إيجادها فأثبتوا ثلاث صفات. والكلابية قالوا: البرهان صحيح أيضا، والعقل دل على إثبات سبعة فزادوا بهذا. والماتريدية قالوا: البرهان صحيح، لكن دل العقل على زيادة الثامن وهو صفة التكوين، لأنه محدث فلا بد أن يكون موصوفا بالتكوين إلى آخره. هذا كله يبين أن كل من نفى الصفات فهو جهمي. لاحظتم منين أخذ الشيخ؟ أنهم كلهم سلموا بقانون جهم الذي جاء به، كلهم سلموا به، ولذلك من نفى شيئا من الصفات فهو قد تأثر بقانون جهم. وهذا الذي جعل السلف يطلقون عليهم جميعا أنهم جهمية، لكنهم درجات لا شك، يعني بعضهم أخف من بعض، لأنه ما نفى الصفة إلا لتسليمه ببرهان جهم في وجود الله عز وجل. وعلى هذا فإذا كان ثم حاذق في طريقة الأشاعرة والماتريدية، فإنه إذا زلزل عن هذا البرهان صار ما بعده أسهل. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كرر نقض هذا البرهان الجهمي على وجود الله تعالى، يعني أبطل استدلالهم عن طريق الأعراض والأجسام، وهم ما عندهم دليل غيرهم، وهو أبطل هذا عليهم فجاء إلى بنيانهم من الأساس. نعم. من وجوه كثيرة، وذكر أنه ذكر ذلك في كتاب له اسمه منهاج السنة، عرض له بالتفصيل، وفي كتاب النبوات، وفي كتاب درء تعارض العقل والنقل، وفي كتاب الجواب الصحيح، وفي الرد المطول على الرازي عرض له بالتفصيل بذلك. وأيضا ذكر في كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي، قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب، ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرى
من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. وقال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. وقال أبو مطيع الحكم بن عبد الله: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان.